تبلع على المجتمع وهو اللي تحفاني على طيب رئيس ليكلي هاد الناس مخالفين بحكم القانون ليكلي الاخوان ما سبب الملخص ما سبب الملخص الاخوان كمل ونقف دقيقه وكمل لا هاد الشيء شوف هاد الشيء اللي بغيت نقول خليه السيد يكمل دقيقه ومن بعد تحكوا له غادي نجاوبوا معاه ان شاء الله علي باش نكمل الرقم نهار بتاريخ 29 ماي 2024 تحت رقم 2703 اللي كتدعيكم انكم تطبقوا الماده 69 في الشرعيه ديال اعضاء المجلس علاش ما تطبقوها؟ السي عزاز خرج رئيس الحكومه انت الاول تكون مسؤول وحريص على تطبيق القانون واش انت يرضيك انه يتخرق القانون في هذا المجلس اللي انت كتسيرو ويقولوا اعضاء كيتداولوا معنا هما مقالين بحكم القانون وشكرا شكرا سيدي الرئيس.